جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهايه الجوله 23 في الدوري الممتاز. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بحضراتكم من جديد. بدايه عزيزي المشاهد، لا تنسى ان تدعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. اختتمت اليوم الجمعة 21 مايو 2021 فعاليات الاسبوع 23 من الدوري المصري الممتاز بمباراتين، حيث التقى سموحة مع الانتاج الحربي في مباراة انتهت بفوز سموحة برباعية مقابل هدف، والتقى انبي مع وادي دجلة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. ليأتي بعد ذلك جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية هذه الجولة كالتالي: المركز الأول نادي الزمالك برصيد نقاط 51، المركز الثاني النادي الأهلي برصيد نقاط 41، المركز الثالث المصري برصيد نقاط 39، المركز الرابع سموحة برصيد نقاط 35، المركز الخامس بيراميدز برصيد نقاط 34، المركز السادس مصر للمقصة برصيد نقاط 33، المركز السابع سيراميكا كليوباترا برصيد نقاط 31، المركز الثامن الاتحاد السكندري برصيد نقاط 31، والمركز التاسع غزل المحلة برصيد نقاط 31، المركز العاشر انبي برصيد نقاط 29، المركز الحداشر طلائع الجيش برصيد نقاط 27، المركز الاثناشر الجونة برصيد نقاط 27، المركز الثلاثاشر المقاولون العرب برصيد نقاط 27، المركز الاربعتاشر الاسماعيلي برصيد نقاط 23، المركز الخمستاشر أسوان برصيد نقاط 21، المركز الستاشر البنك الأهلي برصيد نقاط 18، المركز السبعتاشر وادي دجلة برصيد نقاط 17، ويتزيل الجدول في المركز الثمنتاشر الإنتاج الحربي برصيد نقاط 13. كان هذا مشاهدينا جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الأسبوع 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز. في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، وياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك، ولو كنت بشاهد قناتنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.